اسم كابتن مؤمن زكريا الاهلي طبعا اهداله بطوله السنه دي. والحقيقه يمكن الصوره اللي حضراتكم بتشوفوها دي بتهيألي يا كابتن سيد بتخليكم تنسوا كل التعب وكل المشاكل وكل الكلام اللي اتقال طول السيزون، ويكفي بس حاله الفرحه اللي عايشها مش بس اللعيبه والجهاز وجماهير النادي الاهلي في كل مكان. طبعا يعني طبعا عشان ما اعديش النقطه اللي حضرتك ذكرتها دلوقتي، هو دوري مؤمن زكريا فعلا يمكن مؤمن برضو من الناس اللي هي مش كتير بتتكرر. يعني لعيب الكوره مش فنيات بس على فكره، يعني مش موضوع قدرات وداخل المستطيل بس، يعني طريقه التفكير زي ما بقول لحضرتك، يعني المباراه الكبيره المباراه اللي هي مصيريه وحاسمه، يعني الشخصيه هنا بتفرق كتير قوي. يعني مفتقد جدا، لكن اتمنى يا رب ان شاء الله الرحمن في بدايه السنه يكون معانا باذن الله. وهو دوري مؤمن زكريا انا كلمته النهارده، كنت اتمنى طبعا ان هو يكون موجود وسط زمايله واخواته، لكن ان شاء الله الرحمن اللي جاي يعني، فاللي جاي يبقى موجود في المباراه اللي جايه باذن الله ان شاء الله. طب احنا معانا تليفون من